يا من قررت أن تبحر إلى الله، يا من قررت أن تهاجر إلى الله، اعلم أن هناك درجة ستصل إليها، وهذه الدرجة هي درجة الاصطفاء الإلهي، وهي درجة الولاية والحب الإلهي. هذا الأمر وهذه الجذبة موجودة يقينا، ولكن متى علمها؟ عند الله. ولي الله لا يريد إلا الله، جسده في الأرض وروحه في السماء، في السماء العليا، لا يرى إلا الله.